ولنقاش تفاصيل العسكرية لعملية غصن زيتون التركية ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول المحلل العسكري والسياسي العقيد فايز الأسمر. أهلا بك سيادة العقيد. حياكم الله، أهلا وسهلا فيكم. بداية، كيف تفسرون هذا التقدم السريع للقوات التركية والجيش الحر في ريف عفرين؟ يعني العملية كان لابد منها تمت التحضيرات لها منذ فترة طويلة، وتم زج ونشر قوات خاصة وقوات القبعات الحمر والكثير بما يقارب 4000 من الجيش الحر. يعني تنحصر فكرة المعركة وخلال 5 أيام الماضية بتصوري بالنسبة للقوات التركية والفصائل في تدمير بنك الأهداف بالضربات الجوية والمدفعية والصاروخية وأضعاف القدرة النارية وخلق حالة من التخبط وضعف الروح المعنوية لدى ميليشيات قسد. في هذا السياق سيادة العقيد، هناك عدد من المراقبين يرون أن البي دي تستدرج القوات المتقدمة لخطة عسكرية تفرضها. ما هي توقعاتك للاستراتيجية التي ستتبناها بالمقابل ميليشيات البي دي؟ لا، بتصوري هذا الكلام مو واقعي أبدا، لأنه في الجهة الغربية 5 مناطق خرق وخمس اتجاهات هجوم أحدثها الجيش التركي وجعل له مواطئ قدم في تلك المناطق، في 5 مناطق على طول الجهة الغربية من الحدود والتي تقدر ب60 كيلومتر. المرحلة الثانية هي ربط كل تلك المناطق ببعضها، وبذلك تتفرغ الحدود الغربية وأيضا الشمالية نفس السلوك. الهدف من هذا بالنسبة للقوات التركية هو دفع تلك الميليشيات من الحدود باتجاه الداخل من أجل تأمين مناطق الحدودية مثل كلس والريحانية من المدى المجدي للقذائف 120 و130 ملم وصواريخ الجراد، ووضعها في حالة أمان. يعني بتصوري أن استراتيجية الجيوش تختلف عن استراتيجية العصابات والميليشيات المسلحة. الجيش التركي يعمل ضمن خطة تكتيكية مدروسة مخطط لها جيدا، ولا يمكن استدراجه إلى معارك لا يكون فيها القرار له. بتصوري أنه ثاني أقوى جيش في الناتو، ولكن تلك الميليشيات للأسف نقول جنت على المدنيين الموجودين هناك عندما وضعت رأسها برأس تركيا، وعندما لبست ثوب أكبر من حجمها. يعني هي تقول أننا هزمنا كل قوى الإرهاب، فأنا أقول لهم هون انه كبر راسكم، يعني للاسف انتم يعني شله من الميليشيات. نبقى في هذا السياق حول هذه المعركه. اردوغان قال في كلمه له اليوم ان عمليه غصن الزيتون ستستمر حتى القضاء على الارهابيين وتاهيل المنطقه لعوده اللاجئين. الى اي مدى تظن ان القوات المشاركه في العمليه امام حرب عصابات في عفرين كما كنت اشرت قبل قليل ايضا في ردك؟ تماما. بالنسبة لطبيعة الأرض أنا أعرفها جيدا، وأنا أعرفها ويعني معرفة حقيقية، كنت أخدم في مدينة حلب وخرجت إليها عدة مرات. تلك المنطقة تتمتع بالجبال الوعرة حقيقة، ويلزمها قوات خاصة من أجل اقتحامها. من الممكن أن يستفاد الدفاع المدافع منها نظرا لقلة الطرق التي تتحرك عليها الآليات المهاجمة، وبالتالي إمكانية حدوث الكمائن وأعمال الاستنزاف ممكن أن تقوم بها مجموعات صغيرة موزعة على تلك الجبال وفي الأحراش وبين أشجار الزيتون. ولكن مثل ما قلنا، الضربات الجوية الكبيرة والمدفعية الصاروخية والمدفعية الموجودة لدى الجيش التركي تقوم بعملية التمشيط، ومن الممكن أن تحيل تلك المناطق إلى أرض محروقة من أجل تقدم الجيش التركي. ومثل ما قلنا، هدف الآن المعركة هو إبعاد تلك الميليشيات إلى الداخل باتجاه العمق من أجل تأمين منطقة كلس ومنطقة الريحانية من سقوط تلك القذائف التي تحدث أضرارا في البنية التحتية. أشكرك جزيل الشكر المحلل العسكري والسياسي سيادة العقيد فايز الأسمر، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.